سرعنا الله وبارك هذا مقعدين وفيديو الصراع زي المشاهد لايك سبسكرايب وركز معي. آخر مقطع اليوم مقطع أمس تكلمت فيه في المقدمة قلت أعطوني أسوأ تركيبات لسلاح المان وور، وعشان كذا اليوم مقطع تحشيش وضحك ألف عشان ما أطول عليكم. لايك شير سبسكرايب وشوف الصورة. يب مثل ما شفنا الصورة أعطاني تركيبات أدري ما هي واضحة بالنسبة لك عزيزي المشاهد، بس بالنسبة لي قربت الشاشة ومدري إيش عشان طلعتها باستثناء السكوب. سويت كل التركيبات باستثناء سكوب لأني علمتكم قلت ما أقدر أستخدم سكوب صراحة. خلونا نسوي سكوب ضعيف أو قليل، أوكي مو مشكلة. خلونا ندخل على التركيبات ونوضحها. مسنة كتف يو كي إم، شريط المقبض المرقط، رامية أو دبليو سي، كاتم OWC الخفيف. واحس التركيبات ما ادري كيف. خلينا ناخذ لنا اي سكوب يا اخي. ليش ناخذ سكوب بدون سكوب؟ خلاص حلو، مثل ما اتفقنا نفس التركيبات نفس كل شيء وبدون سكوب. سلاح بكره يا شباب او بعد بكره ان شاء الله المقطع يكون على سلاح دقيقه، هذا السلاح على هذا السلاح. اعطوني اسوأ تركيبات لهذا السلاح وان شاء الله راح يكون المقطع تحشيش ألف. هذا السلاح DRH، يب اعطوني اسوأ تركيبات السلاح DRH، وهذا مقطع بعد بكره ويلا نبدا. طيب بس دقيقه كيف يدخل يا جماعه؟ ليش يدخل؟ انا اصلا اكره السلاح. امزح وينك؟ امزح يا شباب وش رايك؟ ياي امزح يا اخي يلا. ايوه والله يا جماعه هذه التركيبات اسمها افضل تركيبات مش اسوء تركيبات. يا كلب لا تدخل شوف انت بدرب وانا بدرب. يلا اللي بعده. لو سمح يا كلب يا جماعة أنا أسطوري. تقول لي أسوأ تركيبات تحشيش مدري إيش؟ لا يا حبيبي، أحول أسوأ سلاح عندك لأفضل سلاح في العالم. اصبر اصبر يا حبيبي يا كل اسطوري. تعال امزح والله امزح يا جماعه. انا ما لا لازم اصبر. انا ملك اللعبه، انا ملكي. انا حمار اما انا غبي. امزح ها هذا اللي راح يفصل. شوف ايش اللي صار. تعال حلو انجلد الاول. هلا كيف حالك يعني احول. من وين؟ ايه كيف مات هذا الكلب؟ ما ادري ايش سويت في حياتي بس المهم اني ساعدتك. شباب لو سمحت قطيعة تقطع وجهك. ايوه
وقف وقف يا اخي. ليش 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 ما تموت؟ حلو حلو. لو سمحتوا لو سمحت. حلو. ما ادري كيف ما ادري كيف تشوت. والله ما ادري بس شوف شوف انا طلعت انا طلعت انا طلعت بس لا لازم تموت لازم تموت. انت ما ادري كيف. شوف من وين. طيب من فوق من فوق. جيجي يعني لازم اخسر. السلاح اسطوري او تركيبه او لعبي لعبي انا اسطوري بس لا انا لازم مستحيل مستحيل العب وكذا واكون انسان واو. لازم اموت لازم انقهر لازم شوف اخر كل منو الحمار اللي هو انا انا. طيب شباب مثل ما شفنا السلاح جدا حلو وجدا اسطوري بس ينرفزك من المسافة البعيدة عشان كذا ونقدر نقول هنا وصلنا هذا المقطع. لا يشير سبسكرايب ولا تنسى سلاح الدي ار اتش تقريبا هذا اسمه. اعطوني تركيبات مجنونة تركيبات غبية. يبقى بتركيبات غبية للسلاح وان شاء الله بعد بكرة ينزل السلاح او بكرة هذا الشيء راجع لكم. ولذاك الوقت انتبهوا على نفسكم والسلام عليكم.